سلام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من جوسيب. نبدأها اليوم بحاجة مشرفة. العالم الجزائري بلقاسم حبة يتصدر الواجهة الرئيسية لبورصة وول ستريت وناسداك بنيويورك. الله يبارك، مزيد من التألق إن شاء الله. مجلس قضاء العاصمة يبرئ إيناس عبدلي من كل التهم المنسوبة إليها. ألف مبروك إيناس. أينستين يعلن عن صدور الجزء الثاني من عمله هذه الجمعة الجاية عبر ستوري. نهلة تي في بارتاجت ستوري تاع أينستين وكتبت فوقها إن شاء الله أنها تكون شهردة. هذا الشيء أكيد قلق أينستين لأنه عاود بارتاجا ديراكتوم مش كتبت وقال حنا خدمتنا نقية ماشي فالسو. يا أينستين دوك أنا نستناو باش نكونفيرمي ولا فالسو ولا لا لا. المنشطة مونا العواد في فيديو على فيسبوك جوز ميساج للأمهات اللي يجوا يستنوا أولادهم عند باب المسجد لاستعراض أملاكهم والقيل والقال، ولاقت قبول كبير بعد هذا الفيديو من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أيا نشوفوا مقطع من الفيديو. والله واحد الظاهرة شتها العام اللي فات وعاود شتها هذا العام. لي بارون لي مامون بوكو بلوس بيروحوا يستنوا أولادهم عند باب المسجد. أيوه تروح بكري نص ساعة من قبل ولا ساعة باش تحكم بلاصة اون فاس البورتاي وتشد لك لا تروس هكذا تاع المفاتح وواقفة هكذا يتقابل في لي سورفايونت وفي لي بروف وتو بهذاك لو فيكول هذاك ولا السيارة الفخمة. ما شاء الله صح عندك طونوبيل شابة وربي راسك الحمد لله وما شاء الله عليك، بصح انو ما تغلقيش باب المسجد باش يشوفوك. وتعلمي اختي الكريمة انو الابناء نروحو نقريوهم يجيبوا الاخلاق يجيبوا المبادئ، ما تبني لهمش حياتهم على الماديات. يعني سمحوا لي ماشي كاع شوية الهف شويه هكذا زعما تخوص تاع طوموبيل الله الله وزعما واقفه ولي بارفان هذوك هكذا هكذا والرجاله هكذا هكذا واقفه عند الباب وتروش وليدها ولا لبنتها ماشي مليح. داري شويه بعيد روحي سني وليدك ولا بنتك وخطونا من هذوك التجمعات بالعشرة بالخمسطاش هكذا وهذيك مرت فلان وهذيك بنت فلان وهذاك وليد فلان شتوش دار ما يقراش مليح ولا هذيك الشيخه ما تقريش مليح وراحين اليوم وند لا لا روحوا هذوك التجمعات قخر اخطونا منهم من فضلكم. الحق دوك وقت الجوله على المنتخب الوطني لازم لا غالب. بوكرا يتفاجئ بعد ما جابوا له قميص ويلعب به ضد انجلترا في كاس العالم بجنوب افريقيا سنه 2010. فكروه وتفكرنا معاه يا مات الزهو والحماس. يا راجل وليت نقول لك حاجه مصباح وليت نقول لك حاجه الريحه حق ربي اللي عرق بيها ذاك النهار قاعد فيها شم الى مشي ريحه. حسب صحفي ايطالياني انطونيو فيتييلو المحارب ديالنا اسماعيل بن ناصر حيكون اول قائد عربي في تاريخ ميلون لانه حيحمل شارة قيادة الفريق في مباراتهم اليوم ضد تشيلسي. ولكن الخبر صحيح نتمنوا كل التوفيق لبن ناصر. شكون اللي ما شافش على الصقلة الاسطورية تاع ويل سميث في ليزوسكار الاخرين؟ ولا هاد المرة وي ماشي بصقلة جديدة ما تخافوش لكن بفيلم جديد اللي راح يكون بطل فيه تحت عنوان Emancipation اللي راح تطرحه أبل قريبا في الأسواق. Je l'ai moi-même entendu. Les esclaves sont libres. Qui a dit ça ? Lincoln. Nous devons retrouver l'armée de Lincoln. Cinq jours. حقنا لنهاية عدد اليوم، لكن بما أنه مونديال 2022 قرب ولا راك حاب تروح لقطر دولة دار التعليمات للحاضرين، نخليكم مع هاد التعليمات ونقول لكم ما تنساوش. وش ما تنساوش؟ نتلاقاو غدوة. تشاو.